النهاردة بإذن الله هشرح معاكم الفيديو الثالث في سلسلة الشورت أسي كويشنز، مراجعة سنة أولى فاينل، معاكم دكتور محمد فايز. وهنتكلم النهاردة عن شورت أسي أوتونوميك كويشنز. طبعا هنبتدي زي ما متعودين بالأسئلة القصيرة، والأسئلة القصيرة بالنسبة لنا هتبقى مفيدة جدا للمراجعة. السؤال الأول: قارن بين السوماتيك and autonomic regarding origin, efferent and function. طبعا السوماتيك الأوريجين بتاعه anterior horn cell، أما الأوتونوميك بيبقى الأوريجين lateral horn cell. سوماتيك ليها one efferent لأنه هو رايح للمصل فقط مش لأورجنز كتيرة. الفانكشن اوبيريتور لو اتقطع السوماتيك نيرف او الايفرنت العضله ما تشتغلش. اما الاوتونوميك ليها تو ايفرنتس، واحد بري جانجليونيك والتاني بوست جانجليونيك. فانكشن از ريجوليتور، منظم زي الهارت لو اتقطع السمباثاتيك اللي بيسرع ضربات القلب شغال، اتقطع الباراسمباثاتيك هو برضو شغال في الأحوال، كل الأحوال هو شغال. طيب نيجي بعد كده لحاجة تانية مهمة. السؤال التاني: define ganglia، mention أسامي السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك ganglia. الجانجليا هي collection of nerve cells outside the CNS. خلي بالك السيمباثاتيك جانجليا شرطها الأساسي بيبقى البري جانجليونيك قصير والبوست جانجليونيك طويل علشان يلحق يتفرق ويروح لأورجانز كتيرة زي اللاترال وكولاترال وموديفايد جانجليا اللي هي أدرينال مضلة. البارا سيمباثاتيك هو تيرمينال جانجليا لأن الجانجليا استقرت في الأورجان نفسه، فالبري جانجليونيك طويل جدا، أما البوست جانجليونيك بيكون قصير عشان الأكشن يكون لوكال. Explain how sympathetic function is general. قلناها وإحنا بنشرح، عشان أكون general بيبقى البري جانجليونيك قصير والبوست جانجليونيك طويل for divergence. كلمة دي مهمة قوي. وexistence of the adrenal medulla. طيب الكلام ده في غاية الأهمية تكون انت عارفه. طيب الأدرينال مضلة خلي بالك بتطلع أدرينالين ونور أدرينالين. الأدرينالين 80% والنور أدرينالين 20%. المين ترانسميتر إز نور أدرينالين. لو عايزين ميتابوليك إفكت أقوى يتحول النور أدرينالين إلى أدرينالين. How parasympathetic function is localized. إزاي محدد؟ تقول لي long pre-ganglionic and short post-ganglionic. تمام. السؤال الخامس: What is the effect of lesion of cervical sympathetic itching؟ هنا في الأسئلة دي إحنا بنقيس الطالب عارف الأوريجين والريلي ولا لا. بنتكلم عن السيمباثاتيك سبلاي تو هيد اند نيك، ودي مهمه جدا. يعني بنقول الهورنر سيندروم. في الهورنر سيندروم لو اتقطع السيرفايكال سيمباثاتيك تشين على ناحيه واحده بيحصل اربع حاجات: توزيس دروب ابر ايليد، مايوزيس بيوبل كونستريكشن، ان هايدروزيس فقدان العرق في نص الوش، اينو فسالموس. وده مهم قوي ان جزء من او العين في ناحيه بتدخل لجوه. السؤال السادس: وات از فيجال تون؟ فيجال تون معناه ان الفيجاس شغال طول الوقت بيقلل الاس اي نود، منظم ضربات القلب اسمه ساينو اتريال نود في الرايت
الاتريوم علشان يقلل ضرباته من 110 بيت الى 70 بيت. الكلمه المهمه اللي تهمني في اجابه السؤال هي كلمه continuous discharge، نعملها بالاحمر، مستمر الديسشارج ده. طيب سؤال السابع، what is meant by negative chronotropic and negative enotropic state؟ كلمة كرونو باللاتيني معناها تايم، اوعى تنسى كروناكسي. طب ايه اللي بيتقاس بالوقت؟ هارت ريت. وكلمة اينو معناها قوة، فورس، هو اله القوة عند الاغريق. لما اقول لك نيجاتيف كورونو تروبيك تقول لي ديكريز هارت ريت، اينو تروبيك نيجاتيف يعني بقلل قوة الكونتراكشن، ده بعكس السيمباثاتيك. السؤال الثامن، what is the effect of greater splanchnic nerve lesion؟ عايزك تبقى عارف ان greater splanchnic اتسمى بالاسم ده لانه بيشغل اورجانز كتيره في الابدومن، يعني بيشغل الليفر، يكسر جلايكوجين الى جلوكوز جلايكوجينوليسيس، يشغل السبلين فبيعمل سبلين كونتراكشن، اعصر السبلين وخرج الريد بلاد سيلز تو كاري مور اكسجين تو ذا تيشوز، وكمان فازو كونستريكشن للفيسرال بلاد فيسلز. فلما يتقطع النيرف انهيبيشن لكل الاكشنز اللي احنا قلناها بالاضافه لاتساع الفيسرال بلاد فيسلز. السؤال اللي بعده مهم قوي، منشن اورجانز انيرفيتد باي سمباثيتك اونلي. خلي بالك مش كل الاورجانز سبلايد باي سمباثيتك اند بارا سمباثيتك، في بعض الاورجانز استثناءات. سمباثيتك اونلي افتكرها بكذا اس، سكين عليها سويت جلانز، سبلين، سكيليتال ماسل بلاد فيسلز، وسوبرا رينال او ادرينال مظله. خلي بالك ان الاربعه اس دول ما بيروح لهمش بارا سمباثيتك اساسا. السؤال العاشر، اذكر اماكن البوست جانجليونيك سمباثيتك كولينيرجيك فايبرز. عايز اقول لك على القاعده، دايما السمباثيتك بيشتغل بنور ادرينالين، بيغير الترانسميتر بتاعه لما بيحب يغير وظيفته، بمعنى يعني السمباثيتك بيعمل انهيبيشن لكل السكريشنز، لكن مع السويت جلانز انا محتاج ازود العرق، يبقى الترانسميتر اسيتايل كولين. دايما السمباثيتك بيضيق البلاد فيسلز، ودي معروفه بالنسبه لنا فازو كونستريكشن. طب لما يغير طريقته ويعمل فازو دايلاتيشن للكوروناري والسكيليتال ماسل بلاد فيسلز، يبقى لازم يغير الترانسميتر بتاعه ويستخدم اسيتايل كولين. المعلومه دي مهمه جدا في الام سي كيو، ومهمه في اسئله الشورت اسي كويشنز. السؤال ال11، وات از نيكوتينيك ريسبتور؟ هنا انا عاوز التعريف. نيكوتينيك ريسبتور معناها ريسبتور بيستقبل النيكوتين as if it is acetyl choline. فاكر في النظري وانا بشرح قلت لك acetyl choline هو المفتاح الاصلي، والنيكوتين small dose هو النسخه التقليد. فالنسخه التقليد الكوبي شبه الاسيتايل كولين بالظبط، عشان كده اتسمى الريسبتور او القفل على اسم المفتاح اللي يفتحه. كولينيرجيك يعني انا بستقبل الكولين، نيكوتينيك بستقبل نيكوتين سمول دوز. طيب هنا في السؤال انا عايز كمان السايتس. خلي بالك النيكوتينيك ريسبتور مش موجودة على الأورجن،
موجودة في نيوروماسكولار جونكشن، جانجليا والأدرينال مضلة إذا موديفايد جانجليا، دي خلايا مش أورجنز. طب وان ستيمولنت نيكوتين سمول دوز، الطالب اللي ما يقولش سمول دوز ينقص. ليه؟ لأن نيكوتين بجرعة كبيرة هيعمل انهيبيشن، عشان كده خليها لك باللون الأحمر ما تنسهاش. دايما أي دواء لو زادت جرعته بيعمل تأثير عكسي. تو بلوكرز نيكوتين لارج دوز اند كوريري، عايزك تخلي بالك في مراجعتك في الشورت اسي اي ريسبتور اعرف عنه خمس معلومات: سايت، ستراكتشر، ميكانيزم اوف اكشن، ستيميوليتد باي، وبلوكد باي. السؤال ال 12: وات ار يوزز اوف اتروبين؟ عايزك تكون عارف الاتروبين بلوك اسيتايل كولين او كومبيت، يتنافس مع الاسيتايل كولين على الماسكارينيك ريسبتور. اسيتايل كولين هو المين ترانسميتر اوف بارا سيمباثيتك. بارا سيمباثيتك بيعمل كونتراكشنز للجي اي تي وول، ريلاكس ذا سفنكتر. لو انا عندي مغص انا عايز اوقف شغل الجهاز الهضمي، فادي دواء يمنع شغل الاسيتايل كولين وهو اتروبين، ريليف كوليك. فاندس اكزامينيشن، عايز اشوف الرتنة، شبكية العين، شبكية جوه، يبقى لازم اوسع البيوبل. الباراسيمباثيتك بيعمل بيوبيلو كونستريكشن، يبقى امنع شغل الاسيتايل كولين. قبل العمليات انا عايز ضربات القلب تزيد، تاكي كارديا، قلب سريع، لاني قبل العمليات انا عايز ازود ضغط الدم شوية فوق الطبيعي. لو العيان نزف اثناء العملية ضغطه يقل للنورمال. طب لو ما اديتلوش اتروبين وداخل بالنورمال بريشر، ضغطه هيقل اكتر. طيب السؤال التلاتاشر، سؤال براكتيكال، كلينيكال براكتيكال: What is the effect of lumbar segment lesion على او lesser splanchnic lesion؟ يعني انا عندي صيغتين للسؤال، يا اما اقول لك اللمبر سيجمنت بايظ او اتقطع الليسر سبلانكنيك. في الحالتين تفكر، هو السيمباثيتك سبلاي في هذا المكان ايه؟ هتقول لي اكيد جينيتال اورجنز. سيمباثيتك بيعمل ايجاكيوليشن، بيعمل فازو كونستريكشن اوف ميل جينيتال اورجنز ويخرج السيمن. فلو باظ اللامبر سيجمنت، وطبعا ده هو السنتر، او اتقطع النيرف سبلاينج ذا بيلفيس، تعددت الاسباب والنتيجه واحده. سؤال 14: كان فيجاس نيرف ليجن انهبت ميكتوريشن؟ ده سؤال ميكس اناتومي وفيسيولوجي. الفيجاس داز نوت سبلاي the urinary bladder، ده آخره proximal part of the colon. علشان كده الإجابة في هذا السؤال هقول لأ، الفيجاس نيرف ما بيعملش تأثير لو اتقطع على الميكتوريشن، لكن لو بارا سيمباثيتك سبلاي سؤال الخمستاشر: What is cooperative effect of sympathetic and parasympathetic؟ دايما متعودين sympathetic و para بيشتغلوا عكس بعض. طب امتى يتعاونوا مع بعض؟ يتعاونوا مع بعض، هنا بقى بص معايا، synergistic importance في sex organs. الparasympathetic يوسع الجينيتال organs، يعمل erection. sympathetic يضيق الجينيتال، يعمل ايجاكيوليشن. طالب يقول لك طب ما هو التو اكشنز عكس بعض، هقول له بس بيكملوا بعض.
بيكملوا بعض ازاي عشان يحصل sexual intercourse؟ البداية erection، النهاية ejaculation، من غير parasympathetic اولا وsympathetic ثانيا ما ينفعش الكلام ده اساسا. طيب السؤال الستاشر، what are methods of removal of acetylcholine؟ acetylcholine عمل دوره ازاي نتخلص منه؟ قدامي طريقة active، دي 70% of removal active reuptake. تعالوا نرجع الاسيتايلكولين مرة تانية في المخزن بتاعه، او نكسره بالكولين استيريز. وقلنا ان الاسيتايل والكولين بينهما استر بوند، فأنا هكسر الرابطة دي. قدامي طريقتين في التكسير، يا إما طريقة ترو حقيقية هكسر specific bond، وده موجود على فكرة الترو ده في الريد بلاد سيلز، أو طريقة سودو كاذبة أكسر أي رابطة بين الأسيتايل والكولين موجودة في البلازما. ربنا عمل النوعين من الكولين استريز لان الاسيتايل كولين خطير، لو هرب من الكمين الاول الترو قدامه الكمين الثاني، اذا زاد الاسيتايل كولين يقلل الهارت ريت اقل من 70، انت ممكن تموت. وهنقول الكلام ده في سؤال دلوقتي. طيب what are types and examples of anticholine esters؟ انا عايز اقول لك امثله لو أنا عايز أمنع تكسير الأسيتايل كولين. فعندي ريفيرسبل، بمعنى أمنع تكسيره فترة ثم يكون تاني، وده يستخدم في الأدوية بايلوكاربين وفايزو ستيجمين. تعال نتخيل إن عيان جاي لك عنده ماسل كونتراكشن ضعيفة، انت عاوز تحافظ على الاسيتايل كولين عنده. ليه؟ بيمسك في نيكوتينيك ريسبتور في نيوروماسكولار جانكشن، ويحول من ييتشر اند بليت بوتنشال اللي قلناه الفيديو اللي فات الى اكشن بوتنشال، يتنقل من النيرف للمسل فيحصل كونتراكشن. من مصلحتي احافظ على الاسيتايل كولين وما كسروش، يؤدي دوره ثم يتكسر. الريفيرسبل معناها بنمنع تكسيره الى الابد. هي دي الحاجات القاتلة، انسكتيسايدز المبيدات الحشرية باراسايون، او الوور جازس غازات الحروب، داي ايزو بروبايل فلوروفوسفيت سلاح الكيماوي المحرم دوليا، لانه بيمنع تكسير الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بيزود السكريشنز في البرونكاي، تموت مخنوق ببالمونري ايديما، يقلل الهارت ريت تماما، فيقلل الكاردياك اوت بوت اللي رايح للبرين. البرين لا يتحمل نقص الدم والاكسجينيتد بلاد فهتموت. طيب السؤال اللي بعده 18، قارن بين الفا 1 and الفا 2 receptors. طلبة كتيرة بتسأل اسامي الادوية بتاعت الادرينيرجيك دراجز، علينا عليك بس بروبرانولول، في صفحة كاملة باسامي ادوية مجرد قراءة مش اكتر. دايما تركز في الادرينيرجيك ريسبتورز على خمس نقط برضو زي الكولينيرجيك، سايت ستراكتشر ميكانيزم ستيمولييتد باي بلوك ذا باي. خلي بالك ان الالفا 1 موجوده في اي سفنكتر والبيوبيلو دايليتور فايبرز. دايما قاعده الفا 1 اكسايتاتوري، كلمه اكسايتاتوري يعني ستيمولييشن. الفا 2 موجوده في مكانين، Presynaptic and platelets. Alpha 1 تشتغل بالكالسيوم كسكند messenger،
ألفا 2 سايكليك أي أم بي. السؤال التسعتاشر: What are methods of removal of noradrenaline؟ احنا اتكلمنا عن الأسيتايل كولين، خلي بالك بنتخلص منه بطريقتين: أكتف ري أبتيك وكسره بإنزيم. طب النور أدرينالين طرق أكتر شوية: أكتف ري أبتيك أو أوكسيديشن باي مونو أمين أوكسيديز، اختصارها ماو، M-A-O على اسم الزعيم الصيني الشهير، افتكرها بماو. ميسايليشن باي كومت كاتيكول او ميسايل ترانسفيريز، علشان تبوظ النقلة انقل الميسايل في بوزيشن غير المكان اللي مفروض يتنقل فيه. دايما الادرينالين بيتكون بالميسايل ترانسفيريز انزيم من النور ادرينالين، هنا انت بتغير في الشفرة فالمنتج ما يشتغلش. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ وفي طريقة على فكرة رابعة: excretion in urine vinyl mandelic acid. لو انا عندي ورم في الادرينال مضلة بيزيد افراز الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم كاتيكولامينز، فبيزيد الاكسكريشن اوف في ام اي ان يورين، وده بيبقى انفستيجيشن وتحليل مهم جدا، لانه الادرينالين والنور ادرينالين زادوا معانا. طبعا قبل ما اقولك في النهاية لازم تراجع actions of sympathetic، ممكن اجيبها لك على اي organ، على الهارت، فالتكة ما تنساش بيعمل ايه على البلاد فيسلز، فازو دايلاتيشن اوف كرونري، ويزود الكاردياك بروبرتيز، اكسايتابيليتي، ريزميزيتي، كوندكتيفيتي، كونتراكتيليتي. اقول لك تاثير السمباثيتك على الاي، قشر عادي، اليفيشن اوف ابر اي ليد، وبيوبيلو دايلاتيشن ده مهم قوي، اكزوفسالموس ان انيمالز، بيعمل كمان ريلاكسيشن اوف سيلياري ماسل فور فار فيجن، والهورنر سيندروم العكس، يونيلاترال سيرفايكال ليجن اون وان سايد بيعمل عكس الفيسيولوجيكال. دايما الطالب الشاطر في الاجابه يحط باثولوجي كتكمله للابنورمال فيسيولوجي، ايه اللي حصل عندنا. طبعا في النهايه عايز اقول لك ان شاء الله هعمل فيديو في مايند مابس سريعه للاوتونوميك علشان يبقى في تدريب للام سي كيو ان شاء الله. ثانك يو، كان معاكم دكتور محمد فايز.